هو ما يقصد بالترتيب اللي موجود في السؤال، يقصد بالترتيب على حسب حجم الرقم، فبيكون 1 5 7 11 49 80 101. وارسل. طيب اليوم جايب لكم لعبة الغاز. طبعا طحت على ذا اللعبة بالصدفة، شفت كم واحد برضو كاتب عنها. لعبة هي كذا يجيب لك لغز وجوابه غبي او السؤال ما ادري شلون جاي. زبدة انه اذا جاك السؤال لازم تفكر زين، ويمكن تطلع الاجابة سهلة وانت ما انتبهت. طبعا انا حملت اللعبة لعبت بس السؤال الاول، والباقي الحين بلعبه معكم، بس لعبت السؤال الاول كتدريب يعني. فبنبدا الحين من المرحلة رقم 2. شوفوا يقول لك كيف نزهر هذه الزهرة. اوكي ابعد السحاب ذا. ها اوكي شفتوا كيف هذه الاشياء الغبيه شوي. طيب يلا التالي عجبتني. ضع الفيل في الثلاجه. طيب افتح باب الثلاجه. غلط. ضع الفيل في الثلاجه. اوكي ما تدخل انت كذا. كيف يا شباب؟ صغر الفيل. كبر. لا صغر الثلاجه. ضع الفيل في الثلاجه. طيب ترى انا شاك بالسؤال. دقيقه حطه فوق الثلاجة. لا ايه من المرحلة الثالثة علق المخ. اوكي فتحت باب الثلاجة. طيب انا جالس اضغط على الباب شوي واكسر الشاشة. اي منهما الاقرب الينا؟ القمر صح؟ اوكي شوفوا والله العظيم تراني حليتها بالصدفة، ضغطت على القمر وطلع صح. يلا اللي بعده. ما هو عدد شرائح البيتزا التي لدينا؟ 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. غلط تستهبل. 1 2. يقطع بليسك. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8. ها غلط. وشو باقي بيتزا؟ 9. اوكي شفتوا كيف احيانا يبيلك تشغل مخك صح. لقد تفوقت على المتسابق الثاني. اوكي ما هي مرتبتي الان؟ انت فايز على المتسابق الثاني، معناته انك الاول، معناته انك الثاني. 12. لا وش 12؟ كنسل. دقيقه هو تفوق على المتسابق الثاني. شباب اذا في احد يعني اذا عرف الحل الحين. مشكلة ما يمديني اعرف انا. الثاني مكرر. اي والله الثاني مكرر. اوكي يلا التالي. والله اني ما فهمتها. مرر لليسار للفتح. اليسار للفتح. اليسار. اليسار. اوه جالس الف يمين. شفتوا كيف لعبوا على مخي؟ عشان السهم يمين فانا جالس الف يمين ورا ما يلف الحمد لله والشكر. طيب. هذا. طيب جيبها من برا الشاشة. لا ما يمدي مسوي فيها ذكي انا. وخر ذي. قم بطعم. الله اعطيتها كلمة القط. اوكي اوكي لازم نركز في السؤال. اين هي كرتي الخضراء؟ في السؤال. اوكي لا خلاص عد فليتها انا. نجمع الاخضر. لا عد ما اتوقع. اي والله شباب اكتشفت اني ذكي. التالي يلا يلا التالي. ما هو الخطأ في هذه الصورة؟ وش الخطأ؟ الخطأ الكلمة. لا انا فليتها كل شوي اروح للسؤال. ما هو الخطأ في هذه الصورة؟ يوه دقيقة ما في خطأ اصلا، الصورة احسها طبيعية. اوكي انظر الى ايديهما بحذر. اوكي انا استعملت مساعدة. عنده أكثر من 5 أصابع. أي منهما هو الأطول؟ إبريل فبراير مارس. ولا هو مارس فبراير. أوكي تراني جالس أضغط. اصبر اصبر. التقط تفاح. وشو التقط 6 تفاحات متساقطة. أوكي وش فيك؟ متساقطة. أوكي معلش شباب مخي علق، أنا جالس أمسك اللي تحت. شوفوا تنتظر الحين تضرب ذي تضرب ذي تضرب ذي تضرب ذي. والله كلابة شفتوا كيف السؤال يلعب عليك؟ يعني كاتب متساقط انه راح تضرب العكس. اذا شو؟ اياد عليه ان يقفز الى الجانب الاخر. من اياد؟ ما في الا قطو. اقفز. اوكي. اقفز بعدين اسحبك.
دقيقة، اقفز اقفز. تبي اصدرك يعني؟ اذا ضغطت اقفز يطيح. اقفز واقلب الايباد. لا بلا تاليف. ايوه اوكي اقفز. لا 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 اصبر اصبر اقفز. هو المفروض يوقف عليها. ما شاء الله كبر اياد. يعني زي ماريو اذا كل الفطر يقطع ابليسكم. كيف اجيب هذه؟ معني جبتها. اغلقها انها في خطر. طفيتها وش؟ يعني اروح افصل الفيش ولا قص؟ هذه سهلة عاد ما تمشي علي. لا جينا للرياضيات. 4+5 9 9 ضرب 5 45. 45 ناقص 2 43. ها؟ 3 ضرب 5 15 15 زائد 4 يساوي 19. غلط. حتى اصلا لو نقصنا ذي ب 2 ناقص 5 يطلع سالب 3. اوهو 3-1. معليش يا شباب بستعمل. تذكر ان عليك ان تقوم بالضرب اولا. لا طيب انا ضربت اول شيء. 5 × 5 25. 25 ناقص 2 يعني 23 زائد 4 27. لا يا شيخ لا تقول لي كذا. رياضيات بسيطة عند بيتكم. رياضيات بسيطة اضغط عليهم بالترتيب. 1 49 80 5 7 11 101. طبعا هو شوفوا انا بتحدى في ذا الشيء. هو ما يقصد بالترتيب اللي موجود في السؤال، يقصد بالترتيب على حسب حجم الرقم. فبيكون 1 5 7 11 49 80 101. وارسل 1 49 80 5 7 11 101. اي يا شيخ. اوكي ما هو الرقم المخفي؟ 5 ناقص 40. مو بلازم احسب. شغلت مخي يا شباب عليكم. قال لكم والله انا ذكي. اكتشفت ذا الشيء من ذا الحلقة. من فضلك انقذ الولد. اوكي جيب العظمة. شوفوا الاشياء اللي تجيك زي كذا فيها غباء كثير احلها هنا. اين هو الخروف الاسود؟ ما شاء الله اصبعي طاح بالغلط على كلمة الاسود. هذا الاسود. يعني في واحد مو بقط. شوفوه شوفوه شفته. هذا هو الفار. ايزي ايزي. اللي بعده اللي بعده. انقذها. في حصى. تحط الحصى تحت رجله. دقيقة. السحاب. امسك الفار. حرك. اوكي. لا يا شيخ هذا اكره شيء عندي. دقيقة لازم ترسم المسار الصح. دقيقة اصبر. اوكي والله العظيم اني داري. يا اخي الحركات ذي ما تمشي علي. ها اوكي سهلة ذي. هذي خرابيط. وش اسوي لهم؟ اطيحهم. طيحهم في القلب. اوكي وش جالس يصير؟ شوفوا يا عيال في اشياء مرة سهلة زي ذي وحاطينها في مراحل متقدمة. رمى النرد وطلعت يعني عدد مخيس 3. اساعدك؟ والله هزيت الايباد طلع صح. يي يا شيخ هذا المخ صح. انقر على البقر من فضلك. اللي على اليسار بقرة. جالس اضغط عليها. ما شاء الله. اوكي. اوكي اللي بعده اللي بعده اللي بعده. ايام ليه الحين ما جاني شيء اللي يعلقني اللي احس ابي انهي الحلقة. ما جاني شيء مرة صعب. ايام من القطط على اليمين. هذا على اليمين. على اليمين يعني لاف على اليمين. هذا لا. اوكي. هذا هذا. ما فهمت وش يقصد بالعلى اليمين. الذيل على اليمين؟ لا. يا بوي. اوكي. طلع تلف يعني تلفهم يمين. يعطيكم العافية. مرحلة 29. جد الاختلاف. لا يا شيخ الاختلافات صعبة. ص
صفر صفر. انا جالس اقول ما في فرق، طيب حط صفر يا اخي. اجوبة منطقية. اوكي مخي قبل شوي طفى بس رجع يشتغل. كم عدد الثقوب الموجودة على القميص؟ اتوقع بتكون 4. 1 2 3 4 5 6 8. اوكي 8. شفتوا كيف يقصد الكم واللي تحت وزبده كل اي فتحه في اللبس. ايوه وش الحين؟ شوفوا حاط لي اللي فوق عشان يخدعني، بس 3 زائد 8 يساوي 11. شفتوا كيف حاط لي فوق على انها ضرب بس انا بسويها زائد. سهل. ساعد السياره على العبور من الجسر. يطيح. وش ذا الجسر البسكوت ذا؟ السحاب له دخل بالحل صح؟ يو شباب علقتها. هذه التعليقه النهائيه شكلها. طلع اني امشي بعدين انا احط اصبعي في النص عشان ما يطيح الجسر. اوكي يعطيكم العافيه. اوه وشو ذا؟ هذا 1 وهذه 9 هذه 4. شفتوا كيف المخ في الاشياء الارقام على طول. انت مظلم جدا، لا استطيع العثور على قطتي. ما في شيء اسود مرة حتى لو قوي نور الشاشة. شباب شوفوا كم مرحلة، والله كثير. وين بنوصل 200؟ يا ساتر 259 لغز. اوكي انا بوقف هنا. لو تبون يعني اكمل في ذا السلسلة ترى ما عندي مشكلة، يعني فيها 259 لغز. والله في اشياء صعبة شوي طولت فيها، بس برضو تحس انه يعني فيها اسئلة بسرعة سريعة تخلصها. فبس هذا اللي كان اليوم، انتسى لكم الاشتراك ومع السلامة.